في بعض المركبات المهمه جدا اللي بتعمل توازن في عمليه الامتصاص احيانا. ممكن تقولها دكتور؟ طبعا مركبات مش تجاريه، مركبات كيماويه، الفولفيك اسيد، حامض الفولفيك، ونترات المغنيسيوم، متوفره في الاسواق، موجوده ومتوفره ورخيصه مش غاليه. دولت بندين يبقى زيهم زي الحلقه في ودن المزارع او المهندس. رقم ثلاثة، ممكن استخدم بعض المركبات اللي بتخلي الشجره او النبات يتحمل نوعا ما الضغوط الحراريه، زي سيليكات البوتاسيوم او سيليكات الالومنيوم بمعدل من 6 ل 8 سم للتر، ايا كان بقى خضر او في الري. فاكهه ده رشا او في ميه الري، يعني في حدود حوالي 3 كيلو للفدان، سواء بقى في سماده او فرايب. لا بالغمر هزود شويه. الخضار معروف ان الاصناف اللي بتزرع في الصيف اصناف عقد حراري، يعني تتحمل الحراره عاليه، ورغم ذلك احيانا بيحدث حاجه اسمها تنفيل. تقول للمزارع ايه الموضوع؟ يقول لك الزرع نفل. نفل يعني الثمره تقع تقع. ففي الحاله دي مهم جدا مركب اسمه الكالسيوم بورون، بعد 40% تزهير ارش بكالسيوم بورون يثبت العقد شويه. ده فيما يخص الحراره العالية. البروده بقى، فيما يخص البروده او الصقيع الوضع مختلف تماما، هنا بقى محتاج حمايه. ايضا سيليكات البوتاسيوم مهم جدا، ايضا ان انا اضيف حاجه اسمها منقوع السوبر فوسفات. منقوع السوبر فوسفات ده عباره عن 3 كيلو سوبر فوسفات مع 3 كيلو بوتاسيوم، سلفات بوتاسيوم، ودوب كل واحد لوحده واخد الرايق وضخه في شبكه الري، او ممكن ارش بيه. ده اسمه مركب طاقه يخلي النبات يقدر يستجيب في اوقات البروده، ان يستمر النمو بتاعه ويستمر الامتصاص والدنيا تمشي تمام. ايه اللي اعمله دايما بشكل وقائي يخلي الشجره قويه تستحمل ده او ده لغايه لما انا اتدخل؟ يعني بروده وحراره لغايه ما اتدخل. بيقول ان الخدمه الشتويه 50% من إنتاجية السنة، أنا بقول الخدمة الشتوية 90% من إنتاجية السنة. الخدمة الشتوية هي اللي بتخزن مخزون السنة، زي النمل ما بيعمل بيخزن مخزون السنة. صحيح. الشتاء في الصيف. فالخدمة الشتوية هي اللي بتخزن الكربوهيدرات في أطراف البراعم وفي إباط الأوراق وفي الأماكن اللي هتبتدي يطلع منها براعم زهرية أو خضرية. الكربوهيدرات دي هي المسؤولة عن بداية الموسم اللي جاي، لا تخزن إلا من الخدمة الشتوية. النقطة الثانية، ودي نقطة مهمة، مع بداية موسم النمو لأشجار الفاكهة لازم نعرف إن في ثلاث مراحل مهمين قوي. المرحلة الأولى إن أنا أضمن إن يكون في معدل تزهير محترم وفي توقيتات مناسبة. أعملها إزاي؟ تزهير يبقى فسفور، يبقى غز الشجرة بفسفور مع بداية الموسم. قبل بداية الموسم بأسبوعين يبقى أبدأ أزود معدلات الفسفور في أي شكل يعجب، في أي شكل يكون موجود مع الناس، يا إما حامض فسفوريك، يا إما ماب عالي فسفور، يا إما أي مركب يكون الفسفور فيه فوق الـ 40-45%، لأن ده حاجة الشجرة الأساسية طول السنة في هذا التوقيت. حصل والتزهير جاف معاد والدنيا تمام، أبتدي أخش على طول بالمركب الثاني، وهو مركب الكالسيوم بورون، وهو المركب المسؤول عن تجانس الإخصاب. يبقى التزهير معايا تمام، هيتفضل لموضوع الإخصاب، أخش على طول بالكالسيوم بورون بمصادر كويسة في توقيتات 40% وانت طالع لفوق تزهير، ابتدي اخش بمركبات الكالسيوم بورن. المرحله الثالثه بعد ما اضمن ان بدا يحصل اخصاب ويحصل بدايه عقد، على طول اخش بمركبات البوتاسيوم. وفي الحاله دي يفضل ان يكون سترات بوتاسيوم او نترات بوتاسيوم بمعدلات من 6 ل 7 ل 8 سم للتر، فده التوقيت بتاعها عشان يحصل بدايه بداية تحجيم للثمرة بطريقة متجانسة، ما يكونش فيه ثمر أكبر من الثمر الثاني، فيحصل إن أنا الآخر فيه تدرج كبير جدا في أحجام الثمار، وخاصة لو كانت موالح. دكتور محمد، هل آن الأوان إن احنا نغير مواعيد الزراعة لكل حاجة في مصر؟ آن الأوان أن يتغير كثير من مكونات الخريطة الزراعية في مصر، مش بس مواعيد زراعة وأصناف، ويكون في خريطة مكانية، أزرع المحصول ده هنا ما أزرعش ده هنا، لازم يكون في خريطة زراعية واضحة، وده اللي بتعكف الوزارة عليه فعليا دلوقتي بتكليفات مباشرة ومستمرة من معالي وزير الزراعة، إن لازم يكون في معانا خريطة زراعية متوائمة ومتوافقة مع ما يحدث في المناخ. الناس هتستجيب بقى للتغيرات دي؟ يعني أنا كمزارع قادر توصل لي عشان تقول لي القمح لو سمحت أكخر أسبوعين، البرسيم قدمه أسبوع، الطماطم دي زرعهاش دلوقتي زرعها بعد 3 أيام من النهاردة، هسمع الكلام ده؟ هستوعب؟ تعرف لما تلقى واحد بيقاوم الغرق، واحد ما بيعومش فبيقاوم الغرق، فبكل أجزاء جسمه بتشتغل. اللي كان من شوية يقول لك لا أنا مش هنزل مية وماليش دعوة، لانه بيقاوم الغرق. المزارع الان لما تلاس على السنه دي هيلتزم السنه الجايه. المرحله الزراعه الان في مرحله مهمه جدا، ان المزارع المصري الان بيقول انا جاهز ان انا اسمع، بس قولي لي معلومه،
قولوا لي معلومه، وجهوني التوجيه الصح، يتوقع ان انا اعرف اقدر اوصل لملايين المزارعين ازاي. دي نقطه مهمه جدا، ولكن المزارع المصري الان بما حدث ويحدث في المناخ هو مستعد تماما، لان زي ما قلت لحضرتك هو عنده خبره كبيره جدا في كل ما يمس الزراعه من تسميد وري وحصاد وغيره. قدام تغير المناخ بيقف يسلم.